بص يا عزيزي المواطن، عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، القصة كلها محتاجة حاجتين. أنا أقعد أركز جدا على الحاجات اللي من النوع ده وأدور عليها ونشوفها ونعرضها على حضراتكم، شغلتي، وحضرتك كمان تركز على اللي بيجرى حواليك في بلدك. وبالمناسبة مش محتاجة منك تركيز كبير قوي للدرجة دي، لأنه في حاجات كتير جدا بتحصل حوالينا كبيرة ومهمة. خلوني بكل الترحيب وأتشرف وأفخر الحقيقة بسيادة اللواء الدكتور مهندس عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة والتابع للهيئة العربية للتصنيع. أهلا بيك يا فندم. أهلا أستاذ يوسف، أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ كله كويس؟ تمام الحمد لله رب العالمين. ماذا يحدث في مصنع قادر يا فندم؟ والله طبعا مصنع قادر أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع. الهيئة العربية للتصنيع طبعا كهيئة وهي الذراع الصناعي لجمهورية مصر العربية تتعاون مع كل جهات وأجهزة الدولة. النهاردة كان نموذج للتعاون مع وزارة البيئة في تدبير وتجهيز وتجميع المعدات اللازمة للمشروع اللي بتقوم به، المشروع الكبير اللي بتقوم به وزارة البيئة اللي هي دعم المحافظات لتحسين منظومة النظافة. طبعا احنا بدأنا بتدبير العربيات ثم تجهيزها بالقلابات وتدبير المعدات اللازمة وتجميعها في المصنع، وفي طبعا معدات جمعت بالكامل في المصنع كلها شغل معادن، وده طبيعة شغل مصنع قادر. لو حضرتك حابب أعرفك يا ريت على المصنع الأول. طبعا مصنع قادر ده من أقدم مصانع مصر والشرق الأوسط، ده تم افتتاحه في عهد الملك فاروق سنة 1949، كان اسمه مصنع طائرات هليوبلس عشان يعمل طيارة اسمها طيارة الجمهورية. ده كان حدث كبير. طبعا الحدث اللي كان برضو بعديه كبير سنة 1962 تم انتاج اول مركبة مدرعة في الشرق الاوسط اسمها الوليد، ويمكن ما زالت برضو بعض المركبات رفع كفاءتها ولسه تعمل في قوات المسلحة في بعض الدول العالمية. العربية الوليد دي اللي اتطورت بعد كده 84 بقت اسمها العربية الفهد، واللي هي طبعا ده عارفها المدرعة فهد. طبعا طبعا المدرعة الفهد دي موجودة في مصر وموجودة ما شاء الله، نفخر ان هي موجودة في دول كتيرة من دول صحيح. العالم سواء افريقي او اوروبي. العربية الوليد اللي هي اول عربية مدرعة اتعملت في مصنع قادر، نتمنى نرجع لنموذج الصناعة ده اللي هي الصناعة العميقة. طبعا حضرتك عارف مصنع الحديد والصلب اتعمل سنة 54. ايوه. كان بيعمل كل مكونات الحديد بتاعت الشاسيهات والمحركات واجزاء العربيات. المصنع النصر سيارات اتعمل سنة 60، كان بيعمل عربية اسمها النصر، اللوري النصر. كان بيجي شاسيه النصر لمصنع قادر يتجهز ويبقى عربية مدرعة. وده نموذج الصناعة العميقة داخل جمهورية مصر العربية، واللي ان شاء الله قريب جدا جدا هنرجع لها. سواء كل مصانع مصر او مصانع الهيئة العربية للتصنيع بصفة خاصة اللي انا اشرف ان انا اعمل في احد مصانع. ده ودود يا فندم. ان شاء الله طبعا ده رسالة الهيئة اللي احنا شغالين بيها. المصنع طبعا ضم على الهيئه سنه 1975 مع انشاء الهيئه. حضرتك المصنع موجود في شارع الطيران 136 الف متر مربع، 30 هنجر انتاجي في شتى مجالات الصناعات الهندسيه المرتبطه بقطع وتشكيل وتشغيل وتجميع جميع انواع المعادن وبعض الصناعات البلاستيكيه والخشبيه اللي هي غير المعدنيه، كل ده بغرض تجهيز مركبات، نجهز مخطورات، نجهز معدات كامله، تشغيلات ميكانيكيه وتجهيزات صناعيه مختلفه. احنا انشطه المصنع ما شاء الله متنوعه جدا، منها منتجات عسكريه، منها منتجات مدنيه، منها مشروعات متكامله. عندنا قطاع كامل للبحوث والتصميم والتطوير، وده من القطاعات المهمه جدا في المصنع اللي بيقود المصنع للتطوير والانتاج. عندنا قسم صيانه وخدمات ما بعد البيع. اهم منتجات المصنع زي ما حضرتك شفتها طبعا دلوقتي طبعا هي تجهيز المركبات. عندنا في المنتج العسكري هي المدرعه الفهد طبعا، العربات المدرعه، نقل الاموال، عربات البنوك المتنقله، تجهيز عربات الاسعاف. طبعا عندنا خط عريق بقاله 30 سنه اللي هي تجهيز عربات الاطفاء. ما شاء الله احنا عندنا واحد من اكبر خطوط الموجوده في جمهوريه مصر العربيه لتجهيز جميع انواع عربات الاطفاء، وخط معتمد من الحمايه المدنيه ومن كل جهات الاعتماد اللازمه. برضه تعاوننا مع وزاره التخطيط وعملنا خط جديد لتجهيز العربات المراكز التكنولوجيا المتنقله. يكون كنا موجودين لحد يوم 9 يوليو،
واكيد حضرتك غطيت الاحتفاليه اللي كنا بنسلم فيها 30 عربيه لوزاره التخطيط في مقر رئاسه الوزراء في العالمين. طبعا من نشاطات المصنع تجميع معدات، تجميع لوادر، تجميع كلرقات. في نقطه مهمه جدا يعني انا عايز اقولها على مصنع قادر، ودي سياسه الهيئه العربيه للتصنيع. احنا الهيئه بتتكامل مع كل جهات واجهزه الدوله، وبنستثمر كل موارد الهيئه سواء بقى موارد بشريه او طاقه او خطوط انتاج او خبرات متراكمه لدى المهندسين والكوادر الفنيه اللي موجوده جوه الهيئه. أيوة. كل ده عشان نتكامل مع كل جهات الدوله. احنا دلوقتي كمان بنتشارك مع كل الجامعات المصريه، ندعم مشروعات الطلبه وندعم مشروعات الدراسات العليا. وانا بقول من برنامج حضرتك، لو اي طالب، اي حد مش طالب، اي حد عنده فكره، الفكره دي ليها عائد اقتصادي او عائد قومي او عائد استثماري، احنا بنتبنى كامله الفكره دي لحد ما يطلع منتج في الاخر ونعتمده بكل وسائل الاعتماد المطلوبه، وندعم هذا النشاط وندعم اي حد يجي يتواصل مع المصنع من خلال صفحه المصنع او من خلال يجي على المصنع يعرض عليا، يعرض على مدير الانتاج، مدير البحوث، اي فكره، اي حاجه ممكن نطورها مع بعض. طب انا عندي فكره. ما اقدرش اقول انها فكره مدروسه برضه، حضراتكم بقى لو شايف حضرتك انه الفكره دي ينفع تدرس. انا بني ادم حالم بصراحه يا فندم، يعني وحضرتك ادرى مني، في عربيات اللي كانت زمان في الولايات المتحده الامريكيه للاستخدام العسكري اصبحت بتطرح للاستخدام المدني. تمام. ومصنع قادر كده كده بيعمل سيارات استخدامات عسكريه ومدرعات. تمام. وعندي واحد من مصانع الهيئة العربية بيجمع وعنده خبرة طويلة في تجميع العربيات ذات الدفع الرباعي للاستخدامات المدنية ملاكي من غير ما يبقى ماركات عشان ما بوظش الدنيا. مفيش مشاكل. هل احنا ممكن نعمل عربية اللي هي بمواصفات الاستخدامات العسكرية المدنية زي العربية اياها بتاعت امريكا؟ الامريكان عملوا منها كهرباء بقالها دلوقتي سنتين اهي. هل احنا ممكن في قادر نعمل حاجه زي كده؟ والله انا يعني مش عايز اقول لحضرتك احنا بنعمل ايه، لكن قريب جدا جدا يعني خلال شهر او شهرين انا هدعو حضرتك تشوف اللي انت قلته ده بالظبط. بجد احنا ان شاء الله يا فندم مفيش حاجه مستحيله. بجد هتعملوها؟ بس بجد هتقدم لي دعوه؟ يعني انا سيبنا نبدا خطوه بخطوه. انا ما باجي عايز اعمل معده كبيره، عايز اعمل عربيه، انا ببدا الاول ان بجمع العربيه دي بنظام تجميع المكونات. صح. اثناء تجميع المكونات دي انا بدرس مع قطاع البحوث بتاعي ايه المكونات اللي ممكن اصنعها سواء محلي عندي او في مصانع الهيئه او داخل جمهوريه مصر العربيه، عشان اقلل الفاتوره الاستيراديه، علشان اوصل بالمنتج المحلي لاعلى نسبه ممكنه. انا بشوف ايه احتياجات السوق، ايه احتياجات القوات المسلحه لو طالبه اي حاجه محتاجه بحث، محتاجه دراسه. لكن اللي انت قلته ده في حاجات زيه بتتعمل قريب جدا جدا جدا، كنا بنجيبها من بره. أيوة. لا مش هنجيبها من بره، هتعمل في مصر. هايل. وان شاء الله هتعمل في العربيه التصنيع بالكامل باذن الله. هايل هايل هايل، انا واثق ان حضراتكم هتعملوا كده. انا حتى لما كنت بقول بجد بقول بجد هتعزموني اجي اتفرج، انا بحب الحاجات دي جدا جدا. طب ان شاء الله قريب جدا هتشوف نموذج كامل لمركبه. أيوة. باذن الله متصنعه بالكامل. وعلى فكره المركبة اللي أنا بصنعها دي أنا مش عاملها بتشارك مع فكرة شاب، وجيت والنهارده كنت لسه بعرضها على السيد مدير عام الهيئة. أوكي. وجبت الشاب اللي دي فكرته، الشاب ده عنده فكرة صغيرة ممكن تكبر مع الناس عندي بتوع قطاع البحوث وبتوع قطاع الإنتاج، ونطلع نموذج قابل لتطبيق. طب عايز مثلا تراخيص، عايز تصاريح معينة، احنا بنقود معاه كل الإجراءات دي. عايز جامعة تشترك معانا من الأول، بنجيب الجامعة اللي بتشترك معايا، لان انا بعرض كل حاجاتي وكل منتجاتي على كل جامعات مصر. ده اروع شيء انا سمعته بصراحه، ان انا انه سيادتكم بتجيبوا او قدرتوا تتبنوا فكره بتاعت فكره واعده وذكيه لشاب، وتساعدوه وتاهلوه وتدخلوا كمان الجامعات بحيث انها تتولى مساله البحث، وحضراتكم تتولوا مساله التصنيع والمشاركه في الموضوع البحثي بتاع العربيه دي علشان تطلع في النهايه. يعني وأول ما العربية تطلع يا رب يا رب يطلع سعرها بالنسبة لي كويس، هقدم أنا على قرض من البنك وأنا أول واحد هيحجز. لا إن شاء الله إحنا عاملين نظام تقسيط كمان من غير ما تعمل قرض بإذن الله. حلو، يعني دي للمدنيين دي تنفع يعني. إحنا برضو بنتعاون مع كل بنوك مصر الوطنية. سواء بنصنع لها منتجاتها، إحنا عندنا مصنع أساسات كويس جدا، عندنا مصنع بلاستيك، بنعمل عربات كاملة نقل بنوك، إحنا عملنا أول نماذج نقل بنك في مصر
المكن اي تي ام ما كانش بيتعمل في مصر خالص. عملنا 20 عربيه وبنعمل 5 عربيات تاني، وعملنا نموذج جديد بنك عربيه فيها اي تي ام من ورا ومن قدام مكتب خدمه عملاء. فمن كثر ما بنتعاون مع البنوك يعني هم شافوا منتجاتنا وشافوا ممكن يعملوا لنا خدمات ايه تجذب الجمهور للمنتجات بتاعتنا ان شاء الله. فلا مش محتاج تعمل قرض ورايق قوي، بس العربيه اللي بعملها مش عربيه ركوب، هي عربيه احنا بنبدا خطوه بخطوه. اوكي. دي عربيه هتشوفها لما تخلص باذن الله. ماشي باذن الله خلاص، وانا انا منتظر دعوتكم الكريمه، هبقى انا جاي يعني واقف من الساعه 5:30 صباحا قدام باب المصنع. فكره حضرتك قريب جدا خلال شهرين بالكتير باذن الله، حد وحضرتك تيجي تحضر معانا اول نموذج اتعمل في عربية تصنيع المصنع قادر ان شاء الله. اتشرف. الف شكر ليك يا فندم. كل الشكر للسياده اللواء الدكتور مهندس عمرو عبد العزيز رئيس مجلس اداره مصنع قادر للصناعات المتطوره التابع لهيئه العربيه للتصنيع. الاسم يبان من عنوانه مصنع قادر، وهو فعلا قادر. وشوف هو بيعمل ايه ومنتجاته ازاي. يعني سياده اللواء لنا مجموعه في عجاله وسريعه للحاجات اللي بيتم تصنيعها في هذا المصنع العملاق والعظيم. المصري قادر طول الوقت طول الوقت.